من مناقضات التوحيد. يجهل بعض المسلمين أمورا كثيرة تناقض عقيدة التوحيد وتبطل العمل الصالح وتجعله هباء منثورا لا ينفع صاحبه، كما أن بعض المسلمين لا يدري أنه يمكن أن يقع في شيء من هذه الشركيات، وهذا جهل بالتوحيد الذي خلق الله لأجله الخلق وأرسل لأجله الرسل. وقد قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فخاف إبراهيم عليه السلام من الشرك مع أنه نبي الله، والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحذر يا رعاك الله من الشرك بالله تعالى، وإياك أن تغتر بما فعله الجهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهذا، هو الشرك الذي نهى الله عنه والذي بعث الله الرسل بإنكاره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن، كل ذلك شرك به. فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد أشرك بالله، وقع في قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم احذر أيضا، يجب الحذر من وسائل الشرك: الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها، كل هذا من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا. ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فبين أن من اتخذ مساجد القبور والصور على القبور أنهم شرار الخلق عند الله. فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين، ويجب أن تخص الله بالعبادة إنما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وكله لله وحده. إذن لا معبود حق إلا الله، لأنه هو الذي يستحق العبادة لكونه الذي يملك النفع والضرر ويملك إنزال الغيث وإنبات الأرض وكل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره. وبهذا نعرف أن الذين يدعون الأولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله: يا فلان أدركني، يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني، نعرف أن هؤلاء مشركون، مشركون بالله عز وجل. لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم عمرة، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا عطون الآية، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الصدقة وهي نفع متعدي للغير لا تقبل، لا تقبل على أنها عبادة لأنهم كفروا بالله ورسوله. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه. فإذا جاء رجل إلى قبر من يزعم أنه ولي، أقول يزعم
لأنه قد يكون وليا وقد يكون عدوا، قد يكون من أولياء الله وقد يكون من أعداء الله. من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهل هو ولي؟ هل هو ولي لله؟ عدو لله. ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله، هذا ولي الله. فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني أغثني أعطني مالا أرزقني ولدا، كان بذلك مشركا، شركا أصغر أو أكبر، أكبر مخرجا عن الملة. فهو مشرك في دينه، ضال في عقله، سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. سفيه ليش؟ لأن هذا الرجل جثة الآن، وربما تكون الأرض قد أكلت، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك لك؟ ولكن الشيطان أعاذني الله وإياكم منه يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا. وإلا كيف يكون الرجل حمل على الأكتاف ودفن في حفرة من الأرض قادرا على أن ينفعك أو يضرك؟ فكر، فكر عقليا، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن لماذا تدعوه بدلا من أن تقول يا فلان أغثني أدركني أنقذني ارزقني ولدا ارزقني مالا رد علي ضالتي وما أشبه ذلك؟ قل يا رب، يا رب، حتى تكون داعيا لله عز وجل. وإذا دعوت الله فلن تخيب، لن تخيب. وقد أبطل الله تعالى عبادة المشركين ورد عليهم جهالاتهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمعنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضرر؟ ثانيا قوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك. فإنك لو دعوتهم فإنهم أولا لا يملكون ولا قطمير، ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم. هذا منا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الوجه الثالث قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون، فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بأن يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول: يا ربي ما شعرت بعبادتهم إياي، كما في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقد أمر الله نبيه أن يقول للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء،
فالعبادة إنما يتليق بالله، اتجاه القلوب إلى الله في صلواتك ودعواتك، كل ذلك لله. أما البشر عموما فلا حق لهم في العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما علا شأنهم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة ثم هو يرضى عن المشفوع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة والأنبياء والصالحون لا يقدرون على أن يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك، والله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن كان موحدا عابدا له مخلص الدين له، فيشفع فيه الأنبياء والصالحين ونحو ذلك للعفو عن منزلاته التي عملها. لكن المشرك به، الكافر به، العابد غيره، الناذر لغيره، الملتجئ لغيره، هذا عمل لا يرضاه الله ولا يقره، فلا يمكن أن يشفع فيه شافع، ولا يمكن لشافع أن يشفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أشركوا بالله وعبدوا غير الله وتضرعوا لغير الله ورأوا أن مخلوقا ما يعبد ويطاع من دون الله ويخضع له ويذبح له من دون الله، لا يمكن أن يشفع فيه شافع ولا أن ينفعه أي شخص، لأن الله جل وعلا حكم وهو الحكم العدل أن من لقيه عابدا غيره فالنار مقره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وختاما نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والدعاة إلى سبيله والسائرين على طريق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام.